اكبر واكثر والانتصارات الكرويه الافريقيه. النهارده ان شاء الله هتستأنف المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع بالنادي الإسماعيلي والنادي الأهلي في مباراة الدور الأول من الدوري العام. زي ما احنا عارفين النادي الإسماعيلي لعب لغاية دلوقتي 7 مباريات وعنده 10 نقط، والنادي الأهلي لعب 7 مباريات وعنده 17 نقطة، ونتعشم إن شاء الله إن احنا نشوف مع بعض النهاردة مباراة قوية على استاد الإسماعيلية. وزي ما احنا شايفين جمهور النهارده الاسماعيلي الكريم بيحيي لاعبي نادي الزمالك، وفي ورد مقدمينه لبطل افريقيا لابطال الكؤوس. نتمنى ان شاء الله ان تبقى هذه الروح دائما، ونتعشم ان احنا نشوف مع بعض النهارده باذن الله مباراه قويه بين نادي الاسماعيلي وبين نادي الاهلي. وزي ما احنا عارفين ان كان بينهم وبين بعض في دور 8 في مسابقه الكؤوس مباراتين، وتملي مبارياتهم بتبقى قويه. نتعشم ان شاء الله ان احنا النهارده نشوف مع بعض مباراه قويه يستأنف بيها الدوري العام بعد ما شفنا امبارح او سمعنا مباراه الزمالك والمقاولين العرب. بيمثل فريق نادي الاسماعيليه اليوم في حراسه المرمى محمد عاشور، ومحمد عاشور زي ما احنا عارفين كان في نادي المصري وانتقل الى نادي الاسماعيلي. في خط الظهر من اليمين للشمال طارق الوحش واسامه عباس ومحمود حسن وفوزي جمال. خط الوسط من 3 في اليمين حماده الرومي، وفي الوسط طارق الصاوي، وفي الشمال فكري الصغير. خط الهجوم من 3 في اليمين خالد القماش، وراس الحربة لنادي الاسماعيلي النهارده حمدي نوح، واللي بيلعب ناحيه الشمال عماد سليمان اللي لسه جاي من امتحانه حالا، وكان حاطين بداله احمد العجوز لكن وصل منذ دقائق فعشان كده دخل في التشكيل تاني. اما فريق نادي الاهلي اليوم فيمثله في حراسه المرمى اكرامي، خط الظهر من اليمين للشمال حمد ابو راضي، محمد سعد، حماده صدقي، ربيع ياسين. خط الوسط من 4 علاء ميهوب وبدر رجب وطاهر ابو زيد واسامه عرابي. وخط الهجوم من 2 راس حربه ايمن شوقي وحسام حسن. بيغيب اليوم عن فريق نادي الاهلي محمود الخطيب ومصطفى عبده كابتن الفريق، ونتمنى لهم ان شاء الله الشفاء العاجل ان هم متخلفين لاصابتهم. ويحكم هذا اللقاء الهام الحكم الدولي الكابتن محمود عثمان، ويساعده علي حشيش وسمير يوسف، وبيراقب المباراة السيد المستشار عوض السعد رئيس لجنة الحكام الرئيسية. احتياطي فريق نادي الاسماعيلي اليوم سيد توفيق في حراسة المرمى، وشحت الدسوقي، واحمد صفر، واسماعيل توتو، واحمد العجوز. اما احتياطي فريق نادي الاهلي اليوم في حراسة المرمى ثابت البطل وضياء السيد وخالد جد الله ومحمد السيد وشريف عبد المنعم. زي ما قلت نادي الاسماعيلي لعب 7 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 1 وانهزم في 3، جاب 9 اهداف ودخل فيه 8 اهداف وليه 10 نقط، وترتيبه في الدوري حتى الان 8. اما فريق نادي الاهلي فلعب 7 مباريات حتى الان، فاز في 5 وتعادل في 2 ولم يهزم، جاب 10 اهداف ودخل فيه 2 وليه 17 نقطة وترتيبه حتى الان الاول. كابتن محمود عثمان بيصفر علشان الفرقتين يبتدوا ينزلوا مع بعض، وزي ما قلت جمهور نادي الاسماعيلي مقدم بوكيه ورد كبير قوي لنادي الاهلي بيهنيه فيه بفوزه بكأس افريقيا لابطال الكؤوس. وان شاء الله نتمنى النهارده نشوف مباراة قوية، وانا شايف الجمهور في المدرجات بيشجع فريق نادي الاهلي بروح طيبه جدا، وطبعا ما فيش شك ان العلاقات الوديه بتربط الناديين، وكان النادي الاهلي موقف كريم جدا مع نادي الاسماعيلي ابان حزنه على فقد نجميه محمد حازم وعلي اغا، ونازل فعلا النهارده على الفانيل لو حاطط العلامه بتاعت الاشاره بتاعت الحداد. وفريق نادي الاسماعيلي
زي ما قلت النهارده بيستأنف مبارياته بعد فقده نجميه، وزي ما احنا عارفين ان هو كان بيلعب في بطولة افريقيا ابطال الكؤوس مع النادي الاهلي وخرج في الدور 8، ونتمنى ان شاء الله ان هو برضه يواصل مسيرته باذن الله، زي ما بنتمنى لنادي الترسانه باذن الله ان هو هيبتدي مشواره في بطولة افريقيا لابطال الكؤوس في اوائل مارس القادم باذن الله، فنتمنى له ان شاء الله كل توفيق، ونتمنى ايضا لقطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك باذن الله التوفيق في مشوارهم اللي هيبتدي برضه خلال مارس القادم في بطولة الأندية أبطال الدوري العام، عشان هما الاثنين اشتركوا مع بعض. إن شاء الله نتمنى بإذن الله إن احنا نشوف مباراة قوية، الفريقين بيضموا نخبة من لاعبي منتخب مصر سواء الأول أو الثاني، وفعلا كانوا شرفونا منتخب مصر في الفترة اللي فاتت، إن اتحاد كرة القدم لبى دعوة إلى قطر وإلى دولة الإمارات، ومثل هذه الزيارات ليها تأثير كبير جدا، والحمد لله حقق فريقي مصر ألف وب نتائج طيبة، وفريق مصر في الإمارات حصل على المركز الأول في البطولة اللي كانت بين مصر والإمارات والسودان، وفريق مصر الأول حقق نتائج طيبة في دولة قطر، ونتمنى إن شاء الله إن احنا نعيش في هذا العصر المزدهر لكرة القدم المصرية وإلى مزيدا من البطولات بإذن الله. وننتهز طبعا الفرصة إن شاء الله باستئناف الدوري العام إن احنا نشوف الملاعب مليانة من الجمهور، ونشوف الروح الطيبة واللعب اللي يليق بأبطال أفريقيا في كرة القدم. الفرقتين دلوقتي بيستعدوا عشان ينزلوا زي ما احنا شايفين، كابتن عوض السعدي وكابتن محمود عثمان. وفريق نادي الاسماعيلي اللي هقوله مره اخرى النهارده، محمد عاشور في حراسه المرمى، طارق الوحش واسامه عباس ومحمود حسن وفوزي جمال في خط الظهر، حماده الرومي وطارق الصاوي وفكري الصغير في خط الوسط، وخالد القماش وحمدي نوح وعماد سليمان في خط الهجوم. اما فريق نادي الاهلي اليوم فيمثله في حراسه المرمى اكرامي، وخط الظهر من حمده مرادي، محمد سعد، حماده صدقي، ربيع ياسين، خط الوسط من اربعه علاء ميوب وبدر رجب وطاهر ابو زيد واسامه عرابي، اما راسي الحربه في نادي الاهلي اليوم ايمن شوقي وحسام حسن. نادي الاسماعيلي زي ما احنا عارفين حصل على بطولة افريقيا موسم 70، وكان ضد انجلبير من زئير وحقق نتيجة طيبة ايام الابطال بتوعه والنجوم كابتن علي ابو جريشة وكابتن سيد عبد الرازق وكابتن ميمي درويش والمجموعة العظيمة من نجوم نادي الاسماعيلي القدامى. و زي ما قلت ان انديه مصر الحمد لله دلوقتي بقت خير سفير لمصر في افريقيا، وفي كل مكان بتروح فيه فرق مصر في افريقيا بقى جماهير افريقيا كلها وجماهير الانديه الافريقيه كلها تعرف لاعبي مصر بالاسم ويعرفوا كل شيء عن مصر، ومفيش شك ان هذه الانتصارات حققت مكسب كبير جدا للكره المصريه، وكانت فعلا خير سفير لمصر في مثل هذه الرحلات. الفرقتين دلوقتي بيسلموا على بعض زي ما احنا شايفين، وعايز يلعبها له بكعب رجله طاهر، لكن بيراجعها خطره قوي طارق الصاوي، كان رايح معاها ايمن شوقي لكن عاشور بيطلع وينقص حسن، وماشي حساب وماشي حساب وبيشوطها تقع من عاشور ويطلعها على طول فوزي جمال بره كورنر بين اسامه عباس وحسام حسن، واسامه رجعها قصيره لكن يطلع عاشور ياخدها بيده على طول عاشور لحماده الرومي، سما وبيلعبها برجله الشمال عاليه فوق رايه وصفار، يديها اوف سايد علي حشيش رافع الرايه وكابتن محمود مصفر، ربيع 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 وبيشوطها تيجي
في لاعب وتطول وعاشور عاوز يلحقها ما لحقهاش تطلع الكوره بره كورنر، وهي بتشاط تيجي في اسامه عباس وعاشور عايز ينقص الكوره ما طلعهاش كورنر لكن ما لحقهاش ويكملها هو في الكورنر. اسامه عرابي، اسامه عرابي بيعملها عاليه فوق لكن ما فيش حد، وكان في رايه وصفاره برده اسام حسن محمد ابو راضي. حمدي وتطول وتروح يلحقها اسامه عباس ويسيبها لعاشور جونو. عاشور على طول بيلعبها وبره جون وطارق الوحشي مع اسامه عرابي، ياخدها اسامه عرابي ورايح على الجون ورايح على الجون اسامه عرابي ورايح على الجون وبيلعبها بسن الجزمه لكن عاشور ينقذ الموقف او ينقذ غلطته. علاء ميوب وماشي علاء وماشي علاء وشوف الارض جامده يا 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 عراق بيطلعها عاشور على طول ورا طارق وحشي بره يا ولد. كوره حلوه قوي شوطه حلوه وصد احلى. علاء ميوب شوطه حلوه قوي قوي عاشور يطلعها وتروح لربيع ياسين الكره وتقطع منه كانت تتقطع لكن يلحقها تاني ويرجعها لعاشور. طارق الصاوي نص ملعب نادي الاسماعيلي الفكر الصغير وفكر الصغير ولعبها جول 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 فكر الصغير يجيب الجول الاول الاسماعيلي. فكر الصغير خد الكره بتاعت عماد سليمان وينفرد اكرامه ويلعبها على شماله علشان يجيب جول نادي الاسماعيلي. فكري الصغير في الدقيقة حوالي 43 ياخد كرة بتاعت عماد سليمان على 18 زي ما احنا شايفين ويلم الكرة ويلعبها على شمال اكرامي. 1-0 الاسماعيلي. وطاهر ابو زيد طاهر بيلعبها طويلة طاهر محمود حسن لكن ايمن شوقي بيلعبها وتروح لعاشور. عاشور لعبة طويلة عاشور تروح لخالد القماش. طارق الصاوي نص ملعب نادي الاسماعيلي الفكر الصغير وفكر صغير ولعبها جوه جول جوه جول فكر الصغير يجيب الجول الاول الاسماعيلي. فكر الصغير خد الكرة بتاعت عماد سليمان وينفرد اكرامي ويلعبها على شماله علشان يجيب الجول نادي الاسماعيلي. فكر الصغير في الدقيقة حوالي 43 ياخد كرة بتاعت عماد سليمان على 18 زي ما احنا شايفين ويلم الكرة ويلعبها على شمال اكرامي. 1-0 الاسماعيلي. وطاهر ابو زيد طاهر بيلعبها طويلة طاهر محمود حسن لكن ايمن شوقي بيلعبها وتروح لعاشور. عاشور